تعود نفسي التغيير الفجأة اللي صار بحياتي. عمري ما تخيلت ارجع اعيش بهذا البيت. راح تبقون هنا انا دائما انتي وعلاء؟ اهل قاسم ما كانوا يريدون علاء يعرفهم، بس علاء اكيد اذا قرر يرجع اكيد حرجع وياه. بس هم ما يحبوك حسب ما افتهمت من حجي خالد. برايهم اني زوجه مو مطيعه ومو صالحه، عقلياتهم شويه قديمه، يتصورون المراه من تنولد بس تخدم وتسعى تزوجها بس، وعلى كل شيء تأثر بيهم. معقولة شام هالعمر يفكر هيجي؟ لا لا، أقصد تأثر بيهم يعني يحبهم. أكيد هم هم رح يحبوه أكثر من عمي ومرت عمي، هم اللي ربوه، وعمي ومرت عمي ما سألوا عنه من كان صغير، ما توقع عندهم أي عاطفة تجاهه. حتى اتجاهي بعمرهم ما ذكروك إلا كم مرة، يعني لو خالد حكى عنك أو صار موقف يذكرهم بيك. ما أعرف يعني أنا اللي سويته صح لو غلط من جيت. يمكن هيجي أحسن على مود علاء، شكله كلش حزين خطية. طبيعي أحسن، خسر أبوه بطريقة قاسية. إيه، مو بس الموت يخلينا نخسر الناس اللي نحبهم، مرات شر ناس غيرهم يخلينا نخسرهم. قصدك نيفين؟ شلون عرفتي؟ لا هيج حسيت. إذا أنت هسه وصلتي حسيتي يعني إذا تقدرين الشيء اللي تمر بيه. تخيلي اليوم خالد راد يطرد خالتي بسببها، تسوي نفسها ملاك بس هي شيطان.